السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كاني واشبكة دورك إغراتي في ورك ننوحا قوة وين دولدها تركيا يقدروا كود الشقين إياها إن لعق ملايين دولار فرق اللوغو شبو سومالي لان سي أي وغلا باتوه شيسكي بادا إي أي لغا شي ريز الوزارة إيتوبيا أبي أحمد كاسو حيصد كابوري قبل كجيسك أفريكا. مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود ومركي وقوه الرئيسي شيقي إن دولدي سواي ديار وطهي ودا هذا لاي لغا شوك روح دا خواريد تاها AAS أرين تاسو دور مرو خوري او ديدي ورباهين تا دالكي توبيا وشيق تاي إن قومية دا الصومالي دا أي حسو بان او جيسي تاي قومية دا عنفار تا ديگان عصوبنا يكلوري تاي. مدحوينها مامولك بنتلان سعيد عبدالله الدني وكويدي حسن شيخ محمود دولك قبورها اه اي وفاقيو انو دونيو ان لسيو داد غارا اساقو كوباقي ان سيدك دقاها لوجو جيار انتاسي فافاه نكلا دوان وكسو بحي يتاليه قوتب سيديداد اي عيدان كحوق دالك الصوماليين يجو دوميه خوري دقمدا دي صور ولغو دلي قبل كباي قدو بدا اسو فافا سانا ياني دين سو قد بندو ناها دي اللها وود دلي هرا لكا نغدي ديار قروبا ساحي بيال. اسكو سو نقود هبون مركالي هالكاني واغرا تيفي حاسوس نو ها دي اتوكتو حلقة سلاة دا سو قد واجب كالي كو سارن ديبنا وغسو لابو دا وشادا مقالكن آن كو بلاد دولدها قدر إيا توركيغا أيا كودا شاقين إيا قرشا لحريدا إن لعقا ملايين دولارا هالو سو بندiga سومالي لان سي أي وغلا باتو هشيسكي بادا إي أي لغا دي ريز الوزارة إيتوبيا بشي جانوري إيا سندكني كاسو حيساد حوغان كابوري غوالكا جيسك أفريكا. وراركو وحاي شيغيان إن لعاقتاني لو سو بندiga إيا سومالي لان أي كورو دافاي سو بقول مليان أو دولار كمريكان كا سي أي وغلا باتو هشيسكي شارع درداها إي أي ودقارين موساد بيحي يا أبي أحمد خورانتي سندكني كاسو أي سيوين كغا عرو تاي دولد فدرال كي سوماليا كدب ناحي سد حوغان كابوري قبل كا دولد ودن كا قدر أيال الشيغيني بحين أي سو لعاق تلسين أيو هرقيسا هادي أي أقباشو إني سيبو حدو با بي سو إساف قرات كي دعاي هورانتي سند كني وحانا سيدو كالي لسعودا لعاق تا سيب اللنقادية كالي سيدا أي وراركو شيغيان دولد دا توركيغا يا سيدو كالي هرمود كاها قرشهاني أي كوهي شيين إيادا إيا قدر وحينا كلا مناشاقونا إسا مدحوينها السومالي لان موساد بيحي بانديگاني عصوب اللحي ديداها إس أفقرات كي بادا وراركاني وحاي صوب بحين حيلي واميركا دالكا قدر ودا هادا لقادكا تليفون كاها اللي شايهو قامياشا دالالكا السومالي ييتوبيا سيلوغا ودا هالوحي صدا كالو سان قبالكا إيه كادالا تاي إس أفقرات كي دعاي كودا بشي جانوري هي الدمع ايتوبيا اي كورا دين اي سو قايب كميدا بيها الصوماليا كاسو اي شاكتين اي سندب كغال لابنينين اميركا قودة ودن كقدر ايا سيدو كلا سمي يسكو داي او ودا حاجو ديا كغال لحابور ايو حسن شيخ محمود اي ابي احمد سي اي او ياشان كلا مكا فول كفولا ها او لغو وچه يحي سادة تاگن حسا ها تيوحا لشاقينو داريمي انان اي سورة غلا حين تاسي marka la eego shuruudda adag ee dawladda Soomaaliya ay ku xirtay wada hadal ay ku hor fariisaneysay Ethiopia taasoo ah inay marka hore si buuxda uga laabato heshiiskii sharci darrada ahaa dawladda Turkiga ayaa hadda si weyn saameyn ugu leh xiisadda ka taagan gobolka Geeska Afrika ee u dhaxeysa wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya كدي مركي هشيس دانك دفاعه او لغو الالين اي حدودها بد اي برغة سوماليا اي كلا سحيدين مقدشة اي انكرا خورانتي سند كني مركي اي توبية كو ديرتي فعلاد اي كوبو بيسو بيها سوماليا كدي
دولادا تركيغا يانا اسكو داي اي ساها ان اي كاور وريغا تو دagaal تو ساها او اي كوغا شو قدها سوماليا هادي اي تو بيا كوسي سعو تو فالكي دا قرعان اي اي كورا دين اي سو قايب كاميدا بيها ودنكا سوماليا انكرا اي دوحا يانا اسكو را اي ان سومالي لان لو سمييو بانديگاني اي كوچيران بالانقاد يدا كالي اي اللعاك تاني ملايين كا دولارا سي اي او بابيان قودة هامبا هشيسكي كاد عاي مغالادا اديس ابابا كودي بيش جين نوري اي سند كاني إلا ايو حد لمو غين موصابي حيو اقبالي دونوه بانديگاني عصوب يدو مسوليين تي وغو ريسي اي تركيا اي كولان كفول كفولا ها او قسي يا رنتاني لايالان دونان موصابي حيمال ماها سو ادن سيدا اي شيغا يان وراركا اي سوحيغا تي ورباهينتا قبارادا رنتاني ودون دلوشا إلا اي حد مصادالين كران سيدا او كيالا يا بانديگاني مدحوينها سوماليلان وحانا سورا غلاها ان او قاتو بانديگاني او كوهيلا يو لعاكتا ملايين كا دولارا ايا بلانقاد يدا كالي اي او سماينا يان ودامادا توركيغا ايا قدر تالابادني وحاي سودو كالي كوسو بيغ ميسا يدو مالمهي قدام بيي سومالي لان يي تو بيبا اي كو العلين ايين ان اي كاردابين دونان ايس افغارات كاسي او غلانا يي ان اي تو بيالا سي يو مارين باديد او كويا لب xeebaha galbeedka Soomaaliland 20 kilometerna laga kireeyo ciidamada badda ee Addis Ababa halka Soomaaliland ay ku beddelanayso aqoonsi caalami ah iyo in Itoobiya ay noqoto dalkii ugu horeeyay ee wadan madax banaan u aqoonsada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa markii ugu horeeyay waxa uu ka hadlay arrin xasaasi ah oo la xiriirta wada hadal ay dawladdiisu la galeyso kooxda argagixisada ah ee AAS Hassan Sheikh Maxamuud oo wax laga weydiyay in dawladdiisu ay wada hadal la furayso kooxda khawaarita ayaa ku jawaabay in ay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu dhameynayo miiska wada hadalka iyadoo ay xusid mudan tahay in arrintani uu dhowr mar oo hore diiday madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud شاقينا إنا إسان واح ودا حدل لغلي نينا كوح دا سيديق ميرا تدا مدحوينها قران كا يا شاقين دا مات كا كوح دا AS او يحي ودا حدل إسلامر كان دولاد دا سوماليييد أي كود دالي دونتو سيدي ودا حدل لولا فوري لها هو غامياشا كوح دا سي ورئيسيغا مدحوين حسن شيخ محمودو كوب بحيي لوقاد دا إنجريسيغا ayuu ku sheegay inay rumaysan yihiin in dhamaadka kooxdani uu yahay wada hadal wuxuu sayiray goormee ayay diyaar yihiin dawladda Soomaaliya waa diyaar dhankeeda in ay miiska wada hadalka ku dhameeyso wax waliba sida uu ku sheegay hadalkiisa geesta kale waxa uu tilmaamay in wada hadalkaasi uu waqti dheer qaadan karo balse ay ku dadaalayaan sidii loo abuuri lahaa wada xajoodkaasi kadibna looga mira dhalin lahaa warkani ka soo yeeray madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayaa ah mid aad u miisaan culus marka loo eego hadalladii uu horey u jeediyay tan iyo markii uu xafiiska dib ugu guuleystay 15ka bishii May 2022 markaas oo dhowr jeer la weydiyay in dawladdiisu ay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho argagixisada وحانا او شاقاي ان تاسي آناي حد او سو جيدين دولادو او اي دون اي سو ان اي قري عارد ديس دالكا كغا سفاي سو وحان رجين اينا ان اي ارين تاسي ديار او نقطان مركا اي ديار نقطان وان ودهالي دونا ودهاجود كاسي وحاو قادن كرا وقتي لكن ويران وحانا بوري دونا ودعو صوب ايو راعي هدل كيسا مدحوينها جمهوريان دقران كالسوماليان hadalkani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo haatan dawladda dhexe ay dagaal culus kula jirto argagixisada AS kaasoo deegaanno badan looga xoreeyay tan iyo bartamaha sanadkii 2022 dagaalkani xoogaysa waxa uu bilowday dib u doorashadii Hassan Sheikh Maxamuud ee 15ka bishii May waxaana kooxda lagu qaaday duulaan saddex jiha ka kooban kaasu ay qayb ka ahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee loogu yeeray macawisleyda
سيكاستابا دagal كايا هادا يرى استاغي ماركا لو ايغو در درتي وكوبيلو دي وها سيولي سودا قرشها وشيغا لباد ويكوسو بيري دونان ايدا ماكو سوبا كاس او دولا دواي شاك تي ان او كابا بوليا اود بنان دونو وشيغي كوبا دو الى تضباتن مجالا لوغا قادي كوحدو كواسو ايكاغا سوغنايد غوبالادا كونفورتايا بارتماها دالكا مدحويني حسن شيخ محمود ايا ورايسيا خوري او اي لايالا تاي ورباهين تا عالميغا وحاو كو شاقاي ان حد اي سند ولدي سوسو جيدين ودا حاجو داي لفورتهو غامياشا كوح داسي لكن اي دون ايان ان اي عدود دا عيدان كا ايا شعب كا سوماليات كا تغلوصان مدحويني ها جموريات دا ايانا امو قينو كسو دبعاي قوان كي خوري إسلاماركانا هاد دولدي سواي ديار وطهي ودا هادل أي لفورتو هجامياشا سرسري اي كوح دار جيحيسدا اي اس دينا عاكالي افايانكا كوح دا سي عالي ديري او لحال ييور باهين تا كوها دا شا افكار جيحيسدا ايا وحاو شاقاي ان اي سن وح ودا هادل لفوري نين دولد سوماليا إسلاماركانا اي سن او اركيم با داد اي ميس لسو فريسان كران علي دارا وحاو شاقاي ان مدحدا الصوماليات اي سن ايجو مسوليات غادي كرين لكن اي وشاقاينا ايان دلال كرير قلبيتكا هادي اي عيد ودا حدا لقل ايان نا اي نقون اي سوكو اي او اديق ايان اي رير قلبيتكا واحقاق سيدا اي باحيسي ورباحين تا اديس استاندار اي دالك اي توبية وحاكاسي دارتاي حيصاد اولاديد اي كتاقن ديگان ندا حدود کا قومي دها الصومالي دا ايا عنفرتا اي ودن كاسي تو بيا ايا دو عرين تاسي اي ولا حوغان كمو جيان قدقا حقوق الانسان كا دل كاسي تو بيا ورباهين تا ديس استاندر وحاي شاكتا ايا ان ديگ مدا عدا عدو اي اسمامو لكا عنفرتا اي تو بيا او كاد عاي حاسوغ بلاران او دلیه قصاره کل دوان اوله براکا ایا افتوب که دن نولنو کاسو لو گیسته قومیه دعن فرتا ابار افرتی گلب نمو ایا ملیشیات کسو چیده دیگان کسیتی ای گوبل که اسمامو کسو مالی دا ای ویرر کو قادین داد رایید اح او حل کاسی وحان حل کاسی ای کو دلین اینکا بدان صدون قفودو رایید سید ای شکتی ورباهین تا دل که ایتوبیا سيدو كالي ويرار كاسي وحا كادر شاي براكا حوغن ايا افتوب كا داد نول نول واي لا تكتاي قوم يدى عنفرتو سيدا اي كو وران تاي ورباحين تا مالميهي ودن بيي حيصاد دا عراديد اي كتاگان حدود دا عنفرتا ايا سومالي دا ايا آدو سي حوغي ستاي ايا دو قصارة باحاليهينا او كادر شاي حيصاد عراديد ايا كتاگان ديگان دا حدود كا اي وداگان عنفرتا ايا سومالي دا iyadoo labada dhinac ay sheegeen in ay duulaan ku yahay midba midka kale dadka deegaanka ee Soomaalida ayaa u sheegay warbaahinta Ethiopia in maleeshiyaad ka soo jeeda canfarta ay ila 100 kilometir gudaha u soo galeen dhulka Soomaalida ee Asbuli gudiga xuquuqul insaanka wadanka Ethiopia ayaa walaac xoogan ka muujiyay iska horimaadyadani iyo xasuuqa ka dhacay deegaanadaasi kaasoo dhaliyay baraka afduub iyo qasaaran dhimasho laga soo bilaabo 6 June 2024 madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda ka taagan qabuuraha iskuul Brusia ee magaalada Muqdisho kadib markii dawladda Soomaaliya ay amartay in halkaas laga soo saaro meydadkii ku jiray سعيدني هجاميها بنتلان ايان نصيب دراكو تلمامي فاقستا قبورا هاي سكول بلوزيا وحونا ويرار افكا كو قادي مدحوينها جموريادا قرانكا حسن شيخ محمود ايا دولة ديسا هجاميها بنتلان ايا شاقين اي سنچرين باهي كيني كارتا ان لفاقا قبورا هاسي اسلامر كان اي سنچرين دولة آن حيساتا دولة داسيدو هادل كودغي مدحويني حسن شيخ محمود وحان ليا هاي مايتيدا او ديمري دولا آن ما چيرتي دالكا او دانوا دول دولا ديت سيدا او كوشي اغي هادل كيسا سيدو كلا وحا او كو ايدي اي دولا دا دحي اين اي خوري او ايبستي حرومو دن گودا ايادو او لوغا فا ايدي سن ايو سي شخصيا اسلامر كانا ان شعب کا سوماليا دو احبال لوغو قبان
dul horey looga barakiciyay dad nool nool haddana dawladdu ay bilowdayba in ay qabuuraha kala soo baxdo dadkii dhintay madaxweynaha maamulka Puntland oo u muuqday inuu arintan kaga faa'iideysanayo khilaafka kala dhaxeeya fila Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arintan ay tahay mid aan loo dul qaadan karin isaga oo ku baaqay in laga joogsado waxaan ognahay xarumihii dawladda iyo xariyihii dawladda in la yiri waa laga maarmay oo waa la iibinayaa haddana la leeyahay qabuurihii ayaa laga maarmi waayey oo waa la soo faagayaa waa arrimo aan isqaban karin sida uu raaciyay hadalkiisa hoggaamiyaha Puntland waxuu kaloo sheegay madaxweynaha Puntland in dhulka Soomaaliyeed uu bannaan yahay 70% isla markaana dalka iyo dadka ku nooli ay aad u kala badan yihiin sidaas oo ay tahayna maanta la soo faagaya qabuuro dad lagu duugay horey waxaa sidani oo kale arintani qabuuraha uga hor yimid siyaasiyiinta mucaaridka way ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka kuwaas oo eedeymo culus huwiyay madaxda sare ee waddanka si kastaba waxaa haatan la faagay inta badan qabuuraha oo laga saaray meydadkii kadib markii ay la baxeen heladooda oo u hoggaansamay amarka dawladda Soomaaliya waxayna ku aasteen goobo kale iyadoo meydadkaasi qaarkood oo la fanuqday laga dhoofiyay airport-ka Adancade laguna aasay gobollada dalka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareyn xoogan kala kulantay tallaabadani ay ku soo faagtay qabuuraha iskool Bruusiya halkaasoo dadka ku jiray ay u badnaayeen dad miisaan culus oo wax u soo taray qaranka iskuguna jiray saraakiil ciidan fanaaniin iyo abwaanin balse dawladda ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay bannaynta aagga iskool Bruusiya halkaasoo loogu adeegayo dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed sida ay tilmaamtay dawladda dhexe dadka eheladooda lagu amray inay la baxaan ayaa sidoo kale ku eedeeyay dawladda inay weydiisay lacaga laga qaadayo ka hor qofka intaanu la soo bixin meydkiisa inkastoo arintaasi uu si adag u beeniyay maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in arintaasi ay tahay mid ay ka dambeeyaan dad gaar ah oo danahooda ku awrkacsanaya isla markaana aysan jirin dad lacaga la weydiiyay si ay ula baxaan meydadka halkaasi uga jira gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ahna kusimaha duqa caasimada ayaana waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir xitaa uu ka caawinayo qofka aan awoodin inuu halkaasi kala soo baxo meydkiisa shabakada wararka ee Gra TV ayaa toos inooga dheehanaysan wararka ka imaanaya gobolka Bay ee koonfurta dalka ayaa sheegaya in kooxda argagixisada ah ee AS qarax xoogan ay ku dishay saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka koonfur galbeed qaraxani ay fulisay argagixisadu ayaa lagu dilay taliyihii guutada 8-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Maxamed Dheere gudoomiyihii hore ee degmada Diinsuur Cabdisalaan Haaji Sidow iyo askar kale oo la socotay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Casiis Lafta Gareen ayaana ka tacsiyeeyay geerida ku timid taliye Maxamed Dheere iyo xubnihii kale ee la socday ee lagu dilay qaraxaasi ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Bay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuuna waxaan tacsi tiraan yale u diraya ehelka qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday taliyihii guutada 8-aad qaybta 6-aad ee ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil kale oo la shahiiday kuna jiray hawlgal lagu baacsanayay kooxaha qawaarita sida uu sheegay Lafta Gareen Gaashaanle Maxamed Dheere ayaa ahaa sargaal kaalin mug leh ku lahaa xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed iyo la dagaalanka argagixisada waxaana lagu xasuustaa hawlgalladii lagu jabiyay kooxda ee uu hoggaaminayay wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.